من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال يوحنا الرسول: بعد 8 أيام كان تلاميذ يسوع ثانية في البيت والتوم معهم. جاء يسوع والأبواب مغلقة، فوقف في الوسط وقال: السلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني أمنت، طوبى لمن لم يروا وآمنوا. وصنع يسوع أمام تلاميذه آيات أخرى كثيرة لم تدون في هذا الكتاب، وإنما دونت هذه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه حقا والأمان لجميعكم.